السلام عليكم، انا لميا ودي قناتي، وحابه اعمل معاكم النهارده ان شاء الله شوربه خضار باللحمه. شايفين الطبق مليان الوان ازاي وشكله حلو وطعمه احلى. اتمنى ان انتوا تجربوه ويعجبكم. زي ما انتوا شايفين احنا قلنا حاجه بس في الشتاء تدفينا شويه، ففكرت بصراحه في شوربه الخضار. يا رب لما تجربوها تعجبكم، وما تنسوش هستنى تعليقاتكم. ويلا بينا نشوف مكوناتنا ايه النهارده. انا محتاجه لشوربه الخضار النهارده المرقه، طبعا دي اول حاجه. انا مستخدمه مرقه لحمه زي ما قلنا. طبعا انا وانا بسلق اللحمه حطيت البصله، الملح، الفلفل، وكمان حطينا الحبهان، ولو عندك مستكه اكيد بتحطي، وورق لوري. وانا كمان حاطه عصير طماطم بس مش كتير، حوالي ربع كوبايه صغيره. طماطم طبعا صفيتها، بتدي اللون الاحمر اللي انتوا شايفينه للشوربه، وبيبقى شكلها حلو وطعمها كمان بيبقى حلو قوي. وهنستخدم كمان كرفس طبعا متقطع مغسول زي ما انتوا شايفين، ومكرونه لسان عصفور. وطبعا الخضار بقى اللي بتفضليه، انا مستخدمه جزر وبطاطس وكوسه، وكمان مقطعه طماطم. لكن لو حابه تضيفي اي صنف خضار تاني انت بتحبيه برده مفيش اي مشكله، بالعكس ده بيخلي كمان الطبق اغنى وطعمه بيبقى حلو قوي. انا اول حاجه هعملها دلوقتي، طبعا مش هينفع ننزل الخضار كله لان مش كل الخضار بيحتاج نفس الوقت عشان يستوي، فانا اول حاجه هنزلها الكرفس. الكرفس كمان بيخلي ريحه الشوربه مميزه جدا، شوربه الخضار بيبقى ليها ريحه كده، ريحه الكرفس دي بتبقى حلوه قوي. شايفين ابتدى يغلي، هبتدي انزل الطماطم والجزر. دي اول حاجه انا بنزلها في انواع الخضار، لان الجزر اكتر صنف خضار بيحتاج وقت شويه عشان يستوي. هسيبه بس يغلي شويه مع الكرفس كده والمرقه، وبعد كده هننزل الصنف التاني على طول. انا كده ابتدى الجزر بتاعي يستوي، هبتدي بقى انزل الكوسه لانها برضو بتاخد وقت اطول شويه من البطاطس، فهنزل الكوسه الاول، وبرضو هسيبها تغلي غلوتين كده مع الجزر، وبعدين انزل البطاطس. انا كده نزلت اخر صنف خضار عندي. ممكن تضيفي بزلة، حابة تضيفي فاصوليا خضراء، لو عندك خرشوف كمان بيبقى تحفة في شوربة الخضار، بس احنا لسه اوان الخرشوف دلوقتي يعني، او ممكن يكون موجود بس لسه ما بقاش حلو يعني، فانا بصراحة ما استخدمتهوش، فاكتفيت بالخضار اللي انا بقولت لكم عليه. انا ضفت فلفل اسمر زي ما انتم شايفين. انا كده الخضار بتاعي تقريبا استوى. هنزل المكرونة. طبعا المكرونة زي ما احنا شايفين ولا مسلوقة ولا مغسولة ولا اي حاجة، بس اهم حاجة علشان المكرونة ما تعجنش معنا في الشوربة، مش هنسيبها كتير تغلي على النار، يعني يا دوبك هتاخد غلوتين بالظبط، وهنطفي النار على الشوربه بتاعتنا، والمكرونه هتستوي من سخونيه الشوربه، مش محتاجه ان احنا نفضل سايبين النار عليها. دي حاجه مهمه جدا عشان تخلي المكرونه محتفظه بشكلها وما تنزلش نشا كتير في الشوربه بتاعتنا. شايفين ازاي؟ انا كده خلصت الشوربه بتاعتي، وحبيت اقدمها لكم عشان اوريكم شكلها قد ايه حلو. يا رب لما تجربوها تعجبكم، وهستنى تعليقاتكم. وما تنسوش لو حابين يوصلكوا كل جديد من قناتي، قناة زوما فود، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، وبالهنا.